فوت عم بقول لك فوت رفيق ابو طاني رفيق ابو طاني فوت عم بقول لك الوجه يا ابن الوالق فوت 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 ما في غير الحكيم بيصححك وبيرجعك لعقليتك يا عيب الشوم عليك بس. يا عمي ماني مريض تجيبني عند الحكيم مريض ونص ابني شيء يا عمي انا فيلي كل الرفاق عم بدلوا عليك بالاصبع كان بدير الاحمر او بشري بالاشرفيه بالحدث بعين الرمانه يا عيب الشوم يا عمي ما في غير الحكيم بيصححك وبيرجعك لعقليتك اهلا بالشباب اهلا بالرفاق اهلا بالرفيق ابو جوني اهلا بكل الرفاق اهلا بالرفيق ابو طوني لحظه هيدي زهره ولا غلطان زهره يا ويلي الله خلصك الله خلصك مرقوا هيك 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 مرقوا رصاصتين من فوق راسك حكيم مين واصل مبروك مبروك حكيم نشيد القوات الجديد كثير حلو عملوا نشيد القوات الجديد ايه كثير حلو ما سمعته لا شو هو نقيلي احلى زهره يا فراشي نقيلي زهرات البعل الشقراء كثير حلو مبروك خذ له اسمه اهلا بالرفيق ابو طوني اهلا بالرفيق طمنونا كيف الاوضاع كيف الاحوال اي اوضاع اي احوال يا حكيم الرفيق ابو طوني خير شو بقول رفيق ابو طوني مريض مريض ايه ومرضه كثير خطير ومرضه كثير خطير ايه نعم مريض ومرضه كثير خطير ايه نعم يه 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 خير خير ان شاء الله شو مرضه صرعونه انت مريض مو انا بسيطه بسيطه رفيق ابو طوني بسيطه 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 كل عونيه هيك مفكرين حلو ما بهم شيء بسيطه بسيطه هلا بالرفيق ابو طوني اقعد اقعد حبيبي شو العوارض اللي عم بتصير مع رفيق ابو طوني اكثر شيء يا رفيق ابو جوني ليك حكيم بكره عم بشرب اورانج الظهر عم بشرب اورانج وعشية عم بشرب اورانج غير براد البيت كلهم عملهم اورانج ما زال سوتينات ام طوني صاروا كلهم اورانج قصدي سترينجات الكبيات طب كم مره بقلكم سكتوا بالنهار 15 مره سكتوا 16 انتوا لو عم تستاهلوا قبلكم سكتوا 17 طيب طيب بسيطه بسيطه رفيق ابو جوني بسيطه قبل ما نبلش الادويه رح اجرب شغله شوف اذا بصح ولا لا ابو طوني ماشفو لك اقول ايش بدك تقول ايتها النفس الضاله لك الحكي لا عودي الى معرابك ايتها الارواح عنده مقاومه قويه كثير 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 طب يا رفيق ابو طوني يا خيي يقسان من القوات فهمنا بس ليش دغري عملت عوني ليه مثلا ما عملت مرده لا هو يقسان بس مش لهالدرجه حكيم يا عم جماعه كتير قراب علينا نحن بنحكي بالاو وهن عندهم الاو تي في لا 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 لا, لا يا ابو طوني ما بقى تحضر الاو تي في ما بقى تحضر الاو تي في لازم تلجا للمطالعه تقرا جبران ما انا لما اريد جبران صار في هاي جبران خليل جبران لا جبران بس هي جبران مين مصير فيك هيك منيح ما صار فيك اكثر طيب 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 رفيق ابو جوني نعم اخر الدواء دلتا القوات دلتا القوات حط ايدك معي شوف يلا اذا راحي صح يلا هلا الله ها رجعنا عبدو خليك جاهز ابو طوني عمي اشبو ايها الرفيق العزيز عد الى معرابك يا ام الله ايها العوني يا صيد المشوار اخرجوا من ابو طوني ايها العوني اخرجوا من ابو طوني الله يا ام الله سامر حط ايدك معه حط ايدك معه خلفي عم بكفي وحط ايدك معه لا 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 ماما واو لا كان حكي لا ابو طوني ابو طوني ابو طوني طلع معي لبعيد عم بتشوف لبعيد لا لا عم بتشوف لبعيد عطني عطني تخيل معي 14 آذار 2005 14 ساحة الشهداء ايوه ثورة الأرز مليون ونص إنسان عم يهتفوا حرية سيادة استقلال القضية المقاومة اللبنانية البحر من أمامنا العدو من ورائنا هنا كنا هنا سنبقى وأبواب الجحيم لم تقوى علينا بدك ياهم كلهم روحوا دعان خلص بكفي حكيم بكيتني يحرق باي باي العونية اش الله بدني هالبالب يا عمي اللي بيطلع من التيم بيبرد حكيم لاك الحكي لاك عجيب
حكيم شوف الرفيق ابو ضاني. ليه شكله هيك؟ رجعوا عوني رجعوا. الحمد لله على السلامة رفيق ابو ضاني. الحمد لله على السلامة. خليك فوق راسنا. ومن منكم كان بلا خطيئة؟ طول عمرك. الحمد لله على السلامة. خليك فوق راسنا حكيم. ضل صحتك يا حكيم. الحمد لله على السلامة. يلا طررت جنيرال طررت عوني فليش ما تعيليج. يلا يا روحي لسه خلص مو تعبينه وصلك حاجة تصفقي خلاص. لك يا حياتي ليه عم تعمل هيك فينا وبحبنا؟ شو بيك؟ بحبنا بتلاقي 100 واحد يحبك وتحبيه. شو الحق؟ انا بدي خلص الوطن، انا بدي خلص الوطن، خلصنا بقى. هلا هلا بالشباب، هلا بالشباب، يعطيكم العافيه حكيم. يا هلا يعطيك الف عافيه حكيم. اهلا وسهلا. مين حضرتكم؟ محسوبك رورو. انت رورو؟ ها؟ وحضرتك مين؟ انا روزي. انت روزي؟ نعم. وانت رورو؟ رورو؟ ها؟ انت انا روزي خطيبته لرورو. انت خطيبته لرورو؟ نعم. انت خطيبته لرورو؟ يا ضيعان الصبايا الحلوين، ليه يا حبيبي هيك مزلل حالك؟ ليه يا حبيبي؟ شوفي حكيم، انت بتعرف انه انا مغوير القائد الكبير كارلو سدي. انا فهود كارلو سدي. النخبة يعني بيطلعوا نخبة، انا النخبة، نخبة النخبة، كرام دلا كرام تبع كارلو سدي. كوموندوس؟ لا مش كوموندوس، انا البحرية، نحن على البحر ولكن يعني الضفادع تبع كارلو سدي. ضفادع انت تفزع من الضفادع؟ ضفادع. وانا حكيم صرت شايفكم مع احترامي للجميع، يعني الاستاذ سامر والاستاذ محمد وحضرتك حكيم، انه بقيادات 14 ادار صايرين خصعين كثير ومش عم تعرفوا تتعاملوا مع سلاح الحزب، مش عم تعرفوا تتعاملوا. انا زنرت حالي وراح انزل على الضاحيه وحكيهم كلمتين، يا بيعطوني سلاحهم يا بفجر حالي فيهم وبدأ اجروا للقائد كارلو سدي. لا 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 لا. خلصنا عجد خنجون يا خيي، خلصنا بقى. يا حكيم سامع شو عم يقول؟ لا 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 رورو، هيك قرار بيخرب السلم الاهلي، نحن مع دولة القانون والمؤسسات، بعدين هيك قرار لازم يتاخد على مستوى ايادات 14 ادار كلها. والله؟ بدي ضلني ناطركم انا؟ ساعة فارس سعاد متخانق او سامي جميل. ساعة دوري شمعون راسه عم يجي عامل الجنزل. شو الحكي؟ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. رورو حبيبي يلا يلا شلح شلح الزنار حبيبي شلح. إيه رورو حياتي عمود مثل ما عم قلك الحكيم وخذ هالدواء. إيه قصدي فك الزنار. إيدك إيدك لازم نفجر هالي. شيل إيدك رورو. فجر هالي هلا. رورو شيل إيدك شيل إيدك. خلص؟ حكيم؟ شو؟ في حسبك بشغلة؟ شو؟ بتدلني كيف بروح على الضاحية؟ ما بتعرف تروح على الضاحية؟ ما أنا مش مقطع تنلنا هالكلب، مالي شغل هونيك. أنا ادي جبال عمشيت عبيدات ادي 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 والله مش وقت تعطيني هذا. لا بس عندك النية. النية موجودة، بدي بالخدمة، انا بدي اخدم الوطن. طيب كيف بروح على الضاحية؟ مازال عندك كل هالشجاعة وكل هالقناعة، رح دلك وين الضاحية، رح دلك وين الضاحية، رح دلك وين الضاحية. بتروح من هون من معراب تستلم الاوتوستراد. اوتوستراد جونيا بتضلك ماشي، بتقطع تونيل نهر الكلب. ايه اول جسر، جسر انطلياس. ايه تفرق من تحته هونيك مفرق الضاحية. ايه هونيك مفرق الضاحية، هونيك مفرق الضاحية. تطلع من حد بتركية الأرمن. ايه في في أرمن بالضاحية. ايه هودي طشناك وحلفاهم. بتضلك طالع على الساحة، بتطلع حد المطرانية 10 دقايق، في مفرق ايدك اليمين بتفوت فيه شمال يمين شمال يمين، شارع رقم 13 هونيك الضاحية. روح فجر حالك. ممنونك علي. عرفت وين الضاحية؟ عرفت الضاحية. ببعت معك عبدو. ايه خلص جسر عبدو بروح الضاحية بتغطي. وين الضاحية؟ جعلي وين الضاحية؟ جسر انطلياس. بطريركية مطرانية شويتين 13 شارع رقم 13 وعم تضيع تروح على سامر. انت ساكن بالضاحية؟ في علامة اورانج وعم تضيع. يلا روح فجر حالك. ممنونك حكيم. الله معك. قدام قدام حمل حبيبي 25 كيلو. يلا زيدهم 60. يلا روح. يا دلع هالمصيبة اللي وقعت فوق راسك يا روزي. لك روح اتحكي بقلبك، عم بقلبك شو حبيتي فيه؟ حبيت فيه شغلتين، ذكاء ورجوليته. يا ضيعان الصبايا الحلوين. الله معكم الله معكم الله معكم. يلا 10 متر رورو بنرتاح منه سامر، شو رايك؟ ارتحنا لك شو صار له؟ يي لك حلو يوصل على الضاحية؟ لك شو معه سيارة ولا طيارة هذا؟ يي شو صار معه هذا رورو؟ رورو
شو صار معك يا رورو؟ حكيم في جمد جافة جرحي بالضاحية. شو صار معك يا رورو؟ وقام تودعني روزي حبيبتي فقستها بالغلط طلعت الدكة فينا. وين روزي هلا؟ طارت علقت بالصنوبرة بس مش قادر نزلها اليوم، بكرة بنزلها. هلا بفكروها بومي بالليل. ظاهر ما في حل سلاح إلا بالحوار، والقل عمر ما بيقتلوا رورو. يا رورو العلق عدا طايل، قضية بدها قصايل. يا رورو العلق عدا طايل، قضية بدها قصايل. ولك يا رورو ولك، فجرنا تفجر حالك، شبعنا من الدم السايل. نحمي هالوطن سوية، ما مننسى أصل القضية. نحمي هالوطن سوية، ما مننسى أصل القضية. لما تحز المحزوزية سلاح الدولة وحده طايل. يا رورو